وتروح لوالديك تجلس عندهم وتقزرها كلش بالهاتف، وكنا الطوفل جنبك، هذا ما هو ابوك ولا هذه ما هي امك، هذا اللي حاصل الحين. ها يمكن ام اليوم صار في وجهها شيء، ولا ابوه، ولا في جرح، ولا ما انتبه له اصلا، لان ايش قلبه وين؟ ها قلبه بالهاتف. هذه كلها لا اعتبارات، لا سيما الشاب المستقيم المتدين. اري والديك اثر هذا الدين، اثر هاي الدروس، اثر الاستقامه. والله بعض الناس استقامت على قد حاله، لكن عنده من البر والصله والاحترام والتقدير ما ليس عنده كثير من المتدين. صح بعض الناس متدين وقلبه اسود، متدين وغيبه، متدين وعقوق، متدين ولسان طويل، متدين نسأل الله العافية. التدين ترى معناه أوسع مما يظن الناس، فعلينا أن نستقيم على أمر الله ورسوله ما استطعنا ذلك سبيلا.